ليه بنسدد الضريبة العقارية بأثر رجعي من 2013؟ طب سؤال مهم. هي الضريبة مش بتتسدد بأثر رجعي، تمام؟ استحقاق الضريبة وفقا للقانون 1/7/2013، ده القانون طلع ب 1/7/2013. لا، القانون صدر في أغسطس 2008، تمام. لكن مرت عليه عدة تعديلات كتيرة، أيوة، وحد الإعفاء اتغير واتغيرت بعض مواد فيه اللي بيها تبقى أكثر تسهيلا عن المواطن. هايل. يعني كانت الإعفاء 500 ألف جنيه، بقت الوحدة ب 2 مليون جنيه، تمام. وآخر تعديل للضريبة العقارية صدر في أغسطس 2014، وكان ده أول قرار وآخر تعديل تم مضى عليه سيادة الرئيس السي سي في أغسطس 2014. أي. طيب ليه بقى زي ما حضرتك سألتي من 1/7/2013؟ يعني أنت حضرتك دلوقتي الوحدة بتاعتك اشتريتيها في 2013، 1/7/2013، بس هي ما كانتش تامة وتمت في 15. هل حضرتك تقدمتي للضرايب العقارية وقلتي أنا عندي وحدة ولا ما تقدمتيش؟ الإجابة ما تقدمتيش. ما حدش قال. طيب ما حدش أختارني. الخلط اللي عند المواطن إن أنا ما جاتليش الضريبة بإختار. لا، الحصر العام لما تم وفقا للقانون لما صدر 2008-2009 المصلحة عملت حصر عام على كل الوحدات اللي على مستوى الدولة، والناس تقدمت بإقراراتها واستحقت الضريبة بعد التعديلات 1/7/2013، تمام. طيب بعد 1/7/2013 قبل التاريخ ده كانت في ناس عندها وحدات غير تامة، هي لما تمت المفروض ان هو بيروح يتقدم وفقا للقانون، مش انا اللي بقول، تمام. انه يتقدم ويقول انا عندي وحدة، انا عندي وحدة عقارية تمت، او زودت وحدة في البيت بتاعي، تمام. او زودت وحدة في الفيلا بتاعتي، او هنتكلم في كل التفاصيل دي. فالناس اللي ما جالهاش بقى اللي بتقول انا ما جاليش اختار، لا، المفروض المواطن اللي عنده وحدة يتقدم وقت ما امتلك وحدة جديدة او اضاف وحدة في عقاره او غير وحدة عنده كانت سكن وبقت غير سكن اصبحت عليها ضريبة او خاضعة للضريبة، يتقدم لمأمورية الضرائب العقارية اللي الوحدة بتاعته فيها دايرتها المأمورية، يتقدم هو، يتقدم من 2014، تمام، اللي المفروض نسدده. ليه ما حصلش اللي حصل دلوقتي في 2018؟ واخده بال حضرتك ازاي؟ يعني انا ليه اسدد باثر رجعي لو حتى هو ده القانون؟ اشمعنى دلوقتي؟ ليه في 2013 ما قلتوش للناس واعلنتوا عن التطبيق والعقوبات والغرامه واللي 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 احنا اعلنا، وانا شخصيا طلعت في برامج كتيره جدا واعلنا، ولكن دايما الناس وقت السداد بتبقى محتاجه تذكره. والدليل على كده ان لا اقصد ليه 2013 ما تمش التطبيق؟ بدل ما انا ادفع من 2013 للنهارده 5 سنين يتكوم عليا مبلغ، ما كانت المساله طيب. بالنسبه لي كانت تبقى اسهل. انت النهارده في اجراء ما حصل لي، انت النهارده الوحده بتاعتك تمت في 2013 ورحتي سددتي الضريبه، انت بتسددي سنه واحده. طيب الناس اللي كملت الوحده بتاعتها في 2014 ايوه وما كانتش مقدمه لي اقرار وانا ما عنديش بياناتها، وانا نزلت جبت البيانات دي من الاماكن اللي ممكن اخد منها البيانات، او أي. اللي جنب بتاعتي نزلت، أي. انا ما اعرفش، انا حصرت حضرتك عندك وحده وانا حصرت الوحده دي وفقا للبيانات اللي جات لي من المجتمعات او التنميه السياحيه وخلافه. انا مش عارفه اتواصل مع حضرتك، انا ما اعرفش عنك حاجه، لان انت الاصل ان البيان يبقى عندي، انت ما جيتيش. طب انا ما بعتلكيش وانت ما جيتيش. القانون كمان ادى مدد مساوية، يعني انت بتدفعي، ادى مدد مساوية لو انا كجهة اتأخرت عليكي، انا كجهة اتأخرت وقلت لك ضريبتك كذا، لكن انت عليك عبء تاني ان انت وحدتك كملت وانت ما جيتيش قلتيلي، انت ما جيتيش قلتيلي. القانون بيقول ده، واحنا يمكن في الايام اللي جاية ان شاء الله هننزل اعلانات كتيرة في وسائل التواصل بالكامل عشان نقول ان اللي عنده وحدة كاملة. بس ده محتاج جزء ده من